اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أركين سمارت. اليوم يا شباب جايب لكم الحلقة الأخيرة من كول أوف ديوتي مودرن وارفير 1 ريماستر. فماني عارف يا شباب هذه هل هي راح تكون الحلقة الأخيرة أو راح تكون مدموجة مع الحلقة الرابعة، يعني راح أدمجها مع الحلقة الرابعة، وهل راح تكون حلقة الخامسة هي لحالها أخيرة. ما أدري عاد، راح يبين معاكم، لكن غالبا راح أخلي الخامسة لحالها. ما أدري عاد، إذا كانت قصيرة ممكن أدمجها مع الرابعة، نشوف. عموما أتوقع أن هي الحلقة الأخيرة، لأن ما بقى شيء على التختيم لما يعني شفت، يعني فما نعرف إيش راح يصير يا شباب. وعلى كفتنا في الحلقة الماضية، الآن نكمل وجيب لك أي شيء. أنا جايب لي نعناع، روق معانا، جيب لك مفرحات. حلقتنا اليوم راح تكون أسطورية كالعادة. طبعا نطفي هالشادر هذا وبعدها ندخل في الحلقة الأخيرة. اوكي. عندنا 15 دقيقة أظن. يلا يلا يا شباب. والله الشباب شغالين تحت. ها نزلت فوق مخي يا جريجز. يا حبيبي يا حبيبي يا التفاصيل. يلا يا ابو برايس. حبيبي في وقت. يلا ابو برايس بتجي معانا ولا نمشي يعني هنا؟ والله جاء فجأة جاء كابتن برايس يا رجل. ينتظروني اتقدم. مشينا. يلا يلا ورانا قنبلة لازم نلغيها. يلا يلا يا شباب يلا. يلا يا برافو 6. يلا يا فرقتنا الرهيبة. غالبا راح اخليها حلقة واحدة يا شباب، ممكن شكلي يعني الحلقة الخامسة هذه راح تكون اتوقع الاخيرة. واضح خلاص اصلا الاحداث وصلت لنهايتها، يعني عرفتوا. يا ابوي من ذا اللي رمى قنبلة هنا؟ اوكي. مشينا عشق سلاحك بس. كفو. والله الشباب معانا مرة، بس لازم نستعجل يا شباب. يلا 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 يلا. يلا يا ابو برايس. مسوي ذكي. ها اوكي يا رجل، ما احنا فاضيلكم، نجيكم بنفسنا. يلا في احد هنا؟ يمين في واحد هناك. حلو
كافوا على القنبلة ذي اللي راميها وحتى امره مقنبلة. تبادل قنابل. موت يا رجال. كابتن برايس معليش. انا والله غثيتك غثي يا كابتن برايس. انا في السلسلة كل شوي قاعد اناديه. زلعنا انا زلع يا شباب. اوكي كويس. كنت احسب ان في احد وراي. بمدينة نوصل ان شاء الله يا شباب. نقول لازم نمشي. يب يب يلا يلا يلا. ديميتري اسمع اسمع الروسي يتكلم. يا الزق يا الزق يا شباب. وينهم الشباب؟ ورا ولا وين؟ هنا هنا الشباب. والله ما دريت ان في احد وراي انا. فكرت مدخل واحد بس. مو مشكلة يا شباب. ما علينا. ذا ماذر راشا. ذا ماذر راشا. عميل الاولي والتالي يا رجال. ضربنا. اوكي. ما عليكم ما عليكم يا شباب. لا تخافوا لا تخافوا. وفقع ما تفقع. وفقع ما تفقع. اهم شيء قولوا معاي يا شباب. قولوا قولوا معاي يلا. افقع ما تفقع. وفقع ما تفقع. وفقع ما تفقع. انتوا بس قولوا معي يا شباب وما عليكم. افقع ما تفقع. وافقع ما تفقع يا اركين. وافقع ما تفقع. قنبلة بنفقع. افقع ما تفقع. ما تدري من هنا ولا من هنا يا رجال. اوكي. وهذه المشكلة. اطلقت هنا في واحد ورا. في الجهتين. يلا 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 مشينا مشينا. يا كثركم. انا الحريق قلت بيحرقنا الحين ولا يجيب فينا العيد. اوكي. خمس دقائق خمس دقائق. اوه ماي جاد طلع في وجهنا هذا. فجروا نفسهم الاغبياء. يلا 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 يلا. بسرعة 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 يا ابو برايس. بسرعة يا ابو برايس. وين نروح الحين؟ المفروض الباب يفتح ولا كيف؟ اوكي كويس. خزنة اللعبة يعني طريقنا صح. افتح يا غاز. افتح الغاز. يا ابو غاز افتح. يعني المفروض نجي هنا جنبكم احتياط. اوكي
اوكي يا بطء يا بطء الباب بما يمديك تخليها اسرع. الوقت يداهمنا يا شباب. يا رجل كل مهمات الوقت تهون ما عدا مهمات الوقت حق جي تي اي 3. استعباط يا رجال. تذكروا يا شباب اوكي عشق عشق يلا مشينا. وفقع ما تفقع طريقنا صح ولا ما نفقع؟ افقع ما تفقع طريقنا صح. اوه منفجر فجر الجدار. اوه فجر ما تفجر افقع ما تفقع وافقع ما تفقع. اصدم عيشتهم من وراهم. ها ذا ماذا الراشة هذا ربعنا هناك. ها حلو انتر ذا كود. وين وين يا كابتن برايس؟ هنا هنا. يلا 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 شوي نظل ضاغطين. اوكي حلو ستاند باي ستاند باي صبرك صبرك. بيروحوا البحر. غيرنا مسار القنابل خاص بيروحوا الاوشن قال بيروحوا المحيط بيروحوا البحر. هذا عمران زكايف. يلا 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 وراك نطلع برا. يلا امشي امشي قدام. يلا وراك. طبعا طبعا اوكي الله عليك يا ابو قنبل انت يا رجز ما ادري قرجز ما ادري. حلو موف موف موف. يلا على الاسانسير. يلا يا شباب يلا يا شباب يلا يا شباب. افقع ما تفقع وافقع ما تفقع افقع ما تفقع وافقع وافقع ما تفقع. يلا معاي يقولوا وافقع ما تفقع وافقع ما تفقع افقع ما تفقع افقع ما تفقع. وران زكايف ها. يلا يلا علقت فينا تعلق يا رجاء الا انت اللي تمشي اول. يلا 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 يا ابوي القنابل ذي. حلو على الشاحنة. هذاك الاعداد عاد طفيته وما شغلته يا شباب. خله طافي خلاص ما منه فايده يا شباب دام انه اللعبه ما قاعده تعلق وما في فرق يعني لو تلاحظوا.
substantial. It's just too. ما غير قاعد يخلي اللعبة تكرش علينا بس عرفتوا. خلى طافي ولي. قربنا هي اللعبة خلاص. أجلاس فوتر هذا أجلاس فوتر. Well, at least the world didn't end. Hit him. Okay. ضبطنا خلاص يا شباب مسار القنابل كويس الحمد لله. راحوا الاوشن كله من المحيط راحوا البحر بالضبط بالضبط نفس اللي قلناه يا شباب صار. يا حبيبي المهمة اول مرة بالسيارة نتمشى. ما نقدر نقتل السائق وبس. يا بوي يا بوي يا بوي شايفين كم واحد انتوا اصلا ولو تطلق عليهم ما يصير لهم شيء محصنين ما قري عليهم استغفر الله. اوكي السلاح يتغير طيب يا بوي كفو. وين 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 another RPG in that truck when اوكي قاعد يكلم راعي الهليكوبتر طلع حلو قتلناه يا ابوي الدمار ذا واو 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 يا المهمه ذي واضح انها المهمه الاخيره ذي خلاص على هالفخامه ذي RPG وين وين اللي يطلق عليه بالار بي جي؟ اه هليكوبتر حقهم ذا طلع انا افكر انه جاي يفزع لنا اما متنا تستهبل كيف متنا ماني عارف انا يعني احنا دخلنا تحت النفق خلاص اوكي هو خاف ان اكيد قاعد انتظر ايش؟ اني اصيبه يا شباب عشان كذا طولت شوي اوكي اوكي بسرعة 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 اطلق ما عندي لا طلقة واحدة ها الار بي جي خلص يا مدير هو كان يبغاني اطلق الار بي الار بي جي باي شكل عشان كذا خسرنا واضح نظام الالعاب القديمة عرفت اللي لازم تسوي الشيء اللي اقول لك اياه. زي حركات سوني 2 عرفت؟ يا حبيبي يا بوي واو الجسر الجسر بيطيح مشينا صوب لا تموت علينا تكفى بنهاية اللعبة يا حبيبي انقز انقز كابتن برايس يلا مشينا مشينا اهرب يا ولد ما صدقوا على الله يرموها الجرنيت ذا الله يلعنها اللي اخترعها يا رجال يا
والله جيش 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 يا كثرهم. قول لي الدعم بعد ذا زيادة. اي والله دعم. يا رجال هم يحتاجوا دعم اصلا يا كثرهم هم اساسا. ماح يا ابوي ايش خسرنا الحين ولا ايش السالفه؟ لا كويس بس اصابنا الحيوان. ها يا جريجز كفو ايش السالفه يا ولد؟ كفو حتى اخر رمق. اوف جريجز مات يا شباب. كابتن برايس ها يا ولد. اوف عمران زكايف جاء سبب البلا. وال يا حيوان يا حبيبي جاك الدعم. ابلع انتو هالقنبلة ذي هالهليكوبتر حقتكم ذي. جاء ربعنا يا شباب. كابتن برايس عطنا سلاح. امسك سلاح صلب يا صوب يا صابونة حقنا. عطي على مخ على الصلعة على الصلعة. الله اكبر يا بوي. واو واو تمت المهمة بنجاح. برافو سكس. Objective complete. Objective completed يا شباب. هلا بالدعم. كاماروف. You are going to be alright, my friend. Thank you. الله يا النهاية. زعينا زعينا برايس ايه قوموا ديميتري قاعد يقومه. كفو يا كاماروف صعدونا. Struggle have just begun to surface. In other news, the search for a ship lost in the Bering Strait due to a major storm has been called off. Complete the game on any difficulty. خلصنا اللعبة يا شباب. قتلنا شو اسمه عمران زكايف يا شباب. خالد الأسعد ابتداء من خالد الأسعد وقتلنا عمران زكايف أساس البلا. جزء اسطوري 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 اسطوري. 10 من 10 10 من 10 قال لكم قبل ما نهي اللعبه يا شباب. فعلا فعلا حاجه اكشن اسطوريه رهيبه. اسمع عطى زي حركات جي تي اون لاين كذا يعطوها الرقصه. اوكي نسوي سكيب يا شباب نشوف اذا في حاجه بعد الكريدت. نسوي سكيب ممكن في حاجة بعد الكريدت ولا خلاص؟ اي في حاجة. اوكي
حلو. بعدين اوكي ايش مهمة طلعت؟ اوكي هذه مهمة توديعية شكلها. مهمة توديعية الظاهر شكلها ذي يا شباب. ايش السالفة احنا مين معانا اصلا؟ ذول مين؟ مدري. جدا جدا لعبة اسطورية فعلا يا شباب. بقى بقى في واحدين اصبر. هذا ودي استعمله ما استعملناه. احنا الطيارة على اساس الحين اصلا يا شباب. ها keep moving. ما راح ننسحب مع الهواء. مشينا يلا يلا. وخر يا ولد هذا لاصق وراي مرة. اوكي الوقت قرب يخلص يا شباب. يلا بسرعة بسرعة. ها كيف مصيبة ذا؟ حلو على وجهه. سويناها يا شباب. اكزت بلين. ملون نطلع من الطيارة يا رجال. شباب افتح افتح يلا. ايه فجر. اصدق ما انفجرت انت. طب يا بوي حلو. اوكي مهم على السريع كذا توديع هذي ولا ايش السالفة؟ ماني عارف ايش النهاية يعني. كابتن برايس وغريغز وما ادري غاز واحد منهم. غاز انا اصلا قاعد اقول اسم غاز انا ناسي شكله حتى ما ما شفت شكله كويس. الظاهر انه هو اللي جنب كابتن برايس يساره يعني مو الخال غريغز لا اللي جنبه. هارت بريكرز اند لايف تيكرز. اوه يا حبيبي ها شعر. هارت بريكرز اند لايف تيكرز ثانكس فور بلاينج. اوه ثانكس فور بلاينج. شكرا لكم انتم على اللعبه اكتيفيجن. بس حيوانات مودرن وارفير 1 2 3 4 خاصه مو مودرن وارفير. اخ شكرا لكم. اوكي خلصنا يا شباب. صار مدينا نفتح يقول الشفرات الحين. عموما يا شباب الله يعطيكم العافيه على المتابعه. المهمه اللي في النهايه دي شكلها كانت في الماضي من زمان ممكن او حاجه زي كذا. المهم كانت حتى هي بعد اسطوريه توديع ذي قبل ما ننهي اللعبه. بعد الكريدت جايه. الله يعطيكم العافيه يا شباب متابعه هذه السلسله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يا شباب اذا جتنا الفرصه راح نلعب الجزء الثاني والثالث مودرن وارفير 2 ومودرن وارفير 3. مودرن وارفير 2 طبعا لا ريماستر فكويس. 3 ما لا ريماستر طبعا. هذا الجزء كان اسطوري اعطيه 10 من 10. قصته حلوة حماسية جدا. كابتن برايس على التفاصيل العربية هذه اللي موجودة الكتابات العربية اللي في الجدران قاعد أتأمل فيها. أنتم ملاحظين معايا يا شباب التفاصيل حتى خصوصا في روسيا ولا أذربيجان ولا المناطق الثانية ولا أوكرانيا مع كابتن ماكملن قبل 15 سنة.
يعني كل التفاصيل في الأماكن جدا واقعية ورهيبة. أبدعوا جدا في هذه اللعبة جدا. أنتوا إيش رأيكم في هذه اللعبة؟ إيش رأيكم في التختيم؟ إيش رأيكم في الجودة؟ بإذن الله أنا متحمس المودرن وارفير 2 ريماستر أكثر شيء في أجزاء كل فيديوتي كلها. ليش؟ لأن الموسيقار اللي مسوي الموسيقات هانز زمر يا شباب. هانز زمر هو اللي سوى أفلام عظيمة مثل The Dark Knight, باتمان The Dark Knight, وسوى انترستيلر, وسوى انسبشن, سوى موسيقات كونغ فو باندا. هو الموسيقار حق هذه الأفلام, متخيلين أنتوا؟ يعني أفلام عظيمة, وكثير حتى من الأفلام يعني The Lion King حتى بعد, أفلام كثيرة كثيرة يعني عظيمة. عشان كذا هي طلعت بهذه العظمة. يعني هم عظيمين رهيبين يعني, عرفتوا, حاجة جبارة. لكن الموسيقى حتى تعطيها إضافة هي اللي تكمل الفيلم, تخليه أسطوري 100% بالكامل, عرفتوا علي؟ فأنا متحمس جدا للجزء الجاي حق كل فيديوتي. أتوقع كل فيديوتي 6 هو اسمه, مودرن وارفير 2 ريماستر. راح نلعب إن شاء الله وراح نشوف الموسيقات اللي فيه. طبعا الموسيقات, على طاري الموسيقات, فحتى في ذا الجزء أبدعوا في الموسيقات صراحة حلوة. هذه الموسيقى اللي في البداية. لا تنسى اللايك والاشتراك, تعليقاتكم الرهيبة لا تحرمونا منها. كان معكم أركين سمارت, نلقاكم لاحقا, في أمان الله. سلام عليكم.